النكبة إحنا لسه بالنكبة، هي ما خلصت، كل إحنا في نكبة أهل فلسطين، المخيمات والهذا ما خلصت، الله يعيننا. القدس خط أحمر وما في صفقة قرن ولا وطن بديل، والنكبة نكبة على الأمة العربية والأمة الإسلامية كاملة. من يوم ما صارت النكبة لهذا اليوم والوطن العربي من تفكك إلى تفكك. إشي مأساوي طبعاً، يعني الواحد لما يسمع بهيك اسم بهيك إشي بتذكر إشي مأساوي. النكبة نكبة فلسطين. النكبة هي نكسة الأمة العربية كاملة بالمختصر المفيد. هذه تعتبر نكبة للأمة الإسلامية، لأنه عام 1948 هو ما كان نكبة للفلسطينيين لوحدهم، وكان تشريد للأمة بمعناه الحقيقي. بنضلنا حزنين على هيك مواقف، إنه شعب تشرد وشعب لاجئ وشعب يعني ما ضل له وجود. النكبة هي حسرة في قلوبنا، ونتمنى يرجع كل الفلسطينيين لموطنهم.